السلام عليكم. اليوم رانا في حاسي رمل، إذن هنا وصلنا للمحول نتاع مدينة حاسي رمل. مستشفى قيد الأشغال، السلام عليكم. خويا هذه بالليل ولا حاسي رمل؟ بالليل هذه. وحاسي رمل شحال مازال؟ حاسي رمل مازال 45 50 كيلو. بعيد صح. تحب حاسي رمل كاين منا تروح ولا تروح؟ هذا واش من السبيطار؟ هذا السبيطار. نقدر ندخل نقدر نصوره؟ نقدر ندخل نصوره كيفاه؟ نقدر تصوره تصور؟ لوبيطال هكذا من برا هكا. ما عرفتش، ما عندك وثيقة ولا حاجة؟ كارد جديد نعطيك بيرمي؟ لا اعطيني وثيقة. شنو وثيقة؟ تاع خدمة؟ خدمة. انا نصور شخصيا برا. المهم معليش، هيا خلاص نصور.
انا في المدينه نتاع بليل، وهذه المدينه الجديده اللي تم انشاؤها هذه مده، في بعض المنشآت راهي تنجز. وهذه المدينة الجديدة تاع ولاية الأغواط، مدينة بليل، إذن المدينة الجديدة اللي يعني نشوف يعني تطورت كثير. شفتها في خريطة تاع جوجل، هذه هي مدينة بليل. جديدة تاع بليل هذه تعتبر مدينة تم إنشاؤها هذه حوالي 20 سنة. Thank you.
فيه مستشفى راقي للأشغال هنايا. إذن هذه هي مدينة تريك عريضة صاحبي مالا. إذن هذه هي مدينة برلين اللي تقع على طريق السيارة الشرع شمال جنوب على بعد حوالي 30 أو 40 كيلومتر على مدينة أغواط اتجاه الجنوب. دمتم في رعاية الله.